الا بقيت كان هذا حتى عمر القياس غنقدر نطيح ولا نتكواسى لان هادشي كذب ما كنفكروا فيه ولي عندي انا مرض لانني انا بزاف ديال الحوايج ولاو كيحرقوا لي معاناة من الطفولة ديالي من هاد المشكلة ديال محاولة الاغتصاب كي ما كاينش اللي غيعاوني باش غنحمي هادوك الدراري لان اقرب الناس الي خانوني ما عمرني تفكرت ان الحياة غتقلب لأني ما كنتش كندير معها شي حاجة خايبة في الأول عارفين براسك وعبيتنا شنو هي القصة ديالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا خديجة أجويش مقيمة في الدار البيضاء في مجموعة واحد حي مولاي رشيد القصة ديالي هي استثنائية مش هنقول لك كتعلق بزين المحارم وتهميش السكن يعني خلاصة القول شو بغيت أنا طلبت من هذا المنبر كما كنقول بغيت هما غير يساعدوني نفسيا ومعنويا وحتى ماديا ما كرهتش لأني شغنقول لك من تقريبا 4 سنين دابا وأنا كنفكر أنني ندير هذه الخطوة لأني وقعوا لي مشاكل بزاف من بعد طحت ونط وطحت ونط وطحت ونط تعيت ما بقيتش قاده صافي ساليت شنو هو المشكل الاساسي شنو هو المشكل الاساسي هو الزوج نتاعي لالا كنقول لا كما كتقولوا نتوما يا رب الاسره يعني ديما كتقول الاسره كيكون عندها واحد الاب واحد السند هذاك السند جابني حتى الاخر وري ابني خلى لي 5 ديال الوليدات خلى لي الدري باقي كاع ما كامل عام تكرفص لي على الدريه اللي كانت هذيك الساعه عندها 10 سنين دابا عندها 14 عام هي تكرفص لي عليها نفسيا وجسديا وعقليا تكرفص عليا حتى انا خلاني كنجري ونعاني ما خليتش فين خدمت واحد يعطيك واحد ما يعطيكش واحد يديرك واحد ياخذ لك واحد يضحك عليك وكل واحد وشنو حنا باقيين عايشين في هذه الحياه ترس اختي ما بقاش عندي الجهد باش لدرجه ديما كنقولها كنفكر في الانتحار جماعه باش نتجنى من هذا المشكل ديال الحياه ما بقاش عندها وجود لان الانسان اللي كتقولي دايره فيه ثقه خوابك شفتي هذيك الساعه ملي طبيعه الحال تصدمت صدمه قويه ومشكله هو اصلا بلا ما نشوفه واحد الانسان كيقول لك وانا ما عاقلش الشراب هذا يعني معترف بالشراب انا ما عاقلش اش غتقولي معاه انتي كنتي كتخرجي كتخدمي على وليداتك هذيك الساعه انا كنخدم في الميناج كنخدم هنا هذيك الوقيته اللي كان وقع المشكل خدامه في بورت كليشي في قهوه كاينه هنايا في برنازيل لدرجة كان كيجي كيدير لي الشوا باش نعطيه باش ياخذ شراب باش ما يضحكوش عليا وحدين اخرين كنضطر انني نمشي واخا نعرف نتلصق عطيني اخويا عافاك هادي ودي ونعطيه مشي بعد مني وفي الاخر اخر مطاف واهم حاجه في هادشي كامل شوفي بعد القصه ديالو هو كان كيشرب على الريق تفرقع عليه المصران نعس في ميريوز مده ديال 25 يوم خرج من الدار بالبوشيطه ديالو تخيل معايا واحد الانسان بالبوشيطه ديالو تكرفس على بنته ودخل السجن بالبوشيطه ديالو وجاب حتى الوقت وسق الخبر بانه شد الله يسر المرض الخايب يعني شحال تحكم ب 20 سنه نافذه وما تنفيذ صائر وبالنسبه لك هاد 20 سنه كتشوفيها كافيه ما كافيانيش لان اش غنقول لك وهاد الدريه كافيه هاد 10 سنين هاد 20 عام غتكفيها هي باش تنسى اللي تقمصت ليا الشخصيه ديال الراجل عاد تبغى تكون ليا راجل صحاق عقدها ما بقاتش حامله تعايش في الحياه بعدا وحالني حاجه عاوتاني انا تكرفست عليها بزاف علاش لي ما عنديش باش نقريهم اساس ديال الدار لان هي البكره ديال الدار باش نخرج انا نخدم نجيب لهم طرف ديال الخبز قلتي لي انها تقمصت الشخصيه ديال الراجل ما بقاتش بغات تكون بنت ولا دابا دايره ليا الحسنه ديال الراجل عندي التصاورات ديالها في التليفون كتلبس اللباس ديال الراجل كتكلم معاه ملي طرا داك المشكل ملي اختصت ملي بدات ملي بدات كتوعى بنفسها بدات كبحال الدريه انا خفيفه دابا يلاه عندها 13 عام وطالعه في 14 انا خايفه من القدام اش غيوقع للدريه تقدر الدريه تجهرم فين غنشد اش غنشد غنشد البرد عاد ديما نشد لان بدل ما نعاونها انا تكرفس عليها خليتها تبرك باش تقابل خوتها اللي هما يصغر منها باش نجيب لهم انا طرف ديال الخبز اللي خلاني بون في اه بحال شي حايط ورابع عليا يعني ما حلتي نجمعوك ولا نجمعوك دابا الراجل ديالك في السجن في السجن والبنت ديالك ضاعت في الشرف ديالها وعندي دري عنده التوحد يعني حتى هو خاصك ليه مالو مالو لها يعني كي غديري وضحيت بواحد الاخرين حطيته في المدرسه الداخلي باش غير يعاونوني خدامه انت دابا في مقهى مقهى
كتصوري داكشي اللي قسم الله كيجيو لك جوج ديال الناس داو لك مشيتي طويله بحال البارح تخيلي معايا غدا ب 30 ريال يا عباد الله شفتي الناس اللي جاوا البارح عندي بكاو 30 ريال اللي غدا من هنا 30 ريال لي 30 ريال غتجيبها خبز تجيبها حليب اش غتجيبها وخليتهم الغد لي بلا فطور حتى دابا مني مشيت وقاصه من بالله عاد عطيتهم واحد 400 ريال كان جا واحد السيد عطاها لي عطيتها لهم باش غيديروا فيها فطور وغدا ايوم اللي غنمشي اش غنعطيهم والو غنخرج بزيرو درهم علاش كيجا واحد يدي لك جوج ثلاثه صافي انت الروسيط عندك مشات هما القوام كيقولش ماشي شغلي من كيلو الزوج ديال كان كيهددك شكون كان يهددني غنعرف المصير ديالي معاه كي داير هذا من داك النوع اللي كان ساكت ولكن ملي كيشرب كيتفرقع لدرجه خرج شحال من دار بسببه هو وكانوا الجيران كيدوروا فيه وكانوا كيدوروا فيه على قبل انا كيقول يعطيك ربي مراه سباره رجوله وكانه شيء لم يكن ما كنتيش كتفكري بان الحياه ديالك غادي تقلب ما عمرني تفكرت ان الحياه غتقلب لان ما كنتش كندير معها شي حاجه خايبه انا من ضمن النساء اللي ما كرضاش نقول لي عطيني فلوس الحمام كنمشي كنكوفر على راسي كنقول يلاه يتكافى مع مصروف ولادو غنزيدو حتى انا بمصروفي انا خدامه الحمد لله هز راسي وهز حتى هو كنصرف عليه بعض المرات ما كنصرفش عليه ديما ما نكتبش على ولكن ملي كيوقفوا يدير لك الشوهه ملي كيدير البلاكه ويجي يسكر القهوه تما كاين ملي كيقول لك عطيني راه غتعطيه بز منك باش تبعدي عاد غنزيد انا حاليا دابا كره ماشي كرهتو عدفتو من الوجود واش كاين ولا ما كاينش فهمتي كون خلى لي الثقل ديال حاجه وحده ما يهمنيش خلى لي الثقل بزاف نفسيا بعد اول حاجه اما معنويا وماديا خليها على الله نفسيا اول حاجه بعد خلى لي الدريه مريضه وخلاني انا مريضه ما كنعش يعني ما كيجينيش النعاس بعض المرات ملي كنبقى نفكر في داك الشيء كنمرض لدرجه بلا ما نقول لك اش كنتعاطى باش ننسى وعندي واحد العصب هيسيري نقدر نضرب بنادم ولا عندي واحد العصب لا وجود كيشوفوا لدرجه وحده داتني عبرت لي السكر قالت لي ما عندك السكر بهذا العصب اللي فكر ملي كتعصب صافي راه كل اللي كنمشي شنو الفائده لو كان وقف قدامك اش ذبحوا ما عقلش عليه شي ماشي في هذه اللحظه قبل وبعد وشي ما نكذبش عليك نقتلو نعاود ليه الذبيحه من الاول قلبي كيسامح وقلبي كبير وقلبي حنين وحاشي ماشي ديال ولكن حتى لهادي ما جاتنيش الطعنه هنا جاتني هنا وهاديك الضربه ديال هنا صعيبه اختي وحق الله القسم حتى جاتك الدقه من اللي قدام ما كيهمكش ولكن تجيك من اللور من اقرب الناس اليك وكتحطي راسك حداها وكتقولي راه راجلي وزماني ولكن باش توقعي منه ديك الدقه ما توقعتهاش منه بقى لحد الان كنتالم دازت على 4 سنين عباد الله وبقى لحد الان قلبي كياكلني وكنقول انا شنو درت في حياتي اللي المصير ديالي غيولي بحال هكا كتشوفي ضاعت حياتي ديالي ضاعت حياتي بزاف وما بغيتش نضيع معايا ولادي وسيرتو ديك البنيه ما بغيتش نضيعها ما بغيتش نضيع لانني درت المستحيل على قبل هذيك الدريه ما بغيتش نضيع بنتي لانني كنشوف بنتي كتضاع قدامي ما بقاتش كيف ما كانت ديك الدريه الضحوكيه اللي كانت دابا راه ولات كلمه جوج كتمشي كت قلتي لي خرجتيها من القرايه باش تعاونك باش ايوا شنو غندير خرجت انا في الابتدائي السادس جابت سعود وقالت لي استاذه انا نعاونك قلت لها راه فكتي ما تعاونيني ولكن تعاونيني ديما اش مصير هاد الاطفال باهم وما عقلتش عليه عاد لا عطيتهم لوحده اخرى تقابلهم ما تقدر تخرج تطلب بهم وجاتني الفرصه ديال الطلبه وحق الله القسم قالت لي جي وحده قالت لي عطيني اولادك وانت بركه في الدار معززه مكرمه علاش امشي دير بهم سطو قلت لها نخرج انا وخلي ولادي باركين في الدار ضربت حتى مالا انا وخلي ولادي في الدار يدركوا الله الرساله ديالك الرساله الله هي خذ فيه الحق هادشي اللي كنقول ما غنعيب حتى شي حاجه الله يجعل ربي ياخذ فيه الحق فقط ما بغيت والو وبالنسبه لعائلته كنشكرهم اول حاجه وسيرتو واحد الاخت ديالو هما عائلته صراحه من النساء الخبار ما وصلوني حتى شي حاجه وما قدروش يدويو معايا لانهم عارفين خوهم باش كيسوى صراحه ما دواوش معايا انا كنشكر واحد الاخت ديالو عاونتني معنويا وماديا مني كان هو معايا هي اللي حطمتني هي اللي ما خلاتني تستوبيت ما بقيتش باغا نكمل في هادشي مره نقدر ما عرفت فين غنوصل معاه عاونتني في بزاف على وجهها سكت ولكن عيت على وجهها انا بقيت ساكته حتى لدابا ما بغيتش نعطي حتى السميه والكنيه ديالهم علاش
للضروره حتى شتا هما صوب الله. قلتي لي ما كيدكش الناس دابا حاليا ما كنعش، دابا حاليا ما نعساش، دابا حاليا ما نعساش. انا اللي نعس كنعس الساعه ديال المكانه ولا الساعه ديال المكانه، كنقدر نسمع الدبانه زنزنات كنقفز يعني. بقى فيا داك النداء ديالك، النداء ديال المغاربه هو انني اش غنقول لكم، انا بغيت اللي يعاونني ولا اللي قسم الله. انا ما كنطلب حتى شي حاجه، مجرد غير مساعده الانسان للانسانه، ما بغيت حتى شي حاجه، ما بغيت حتى شي حاجه، بغيت غير داكشي اللي قسم الله. انا ما طالباش الكثير، وما ما انا كنقول يا ربي ديما كنقول الدعوه، يا ربي تعطيني باش نعطي. انا من داك النوع اللي عندي بيضه كنقسم مع بنادم وحق الله القاسم، لدرجه انا النفس ديالي هذا العام ما عيتش، ما خديتش العيد الكبير، ما عنديش باش نعيد. وفيا ما نخرج ونقول لبنادم راه ما معيداش غير هنا، يجي يقول لي ولكن ما رضيتش. علاش ما رضيتش؟ اش غتقولي لهم؟ اش غتعاودي لهم؟ خاصك الا بغيتي تشرحي لبنادم خاصك ليه. كنقول خل نهار العيد جيراني الله يذكرهم بخير، باقي لحد الان تا هما مالين الدار، شافوني ما عيتش، ما هبطوا الحواله لتحت بصح كذبحوه في الزرقاء لتحت باش ما بقاش فيا الحال، وانا دخلت سديت على ولادي. بنتك دابا اش كتقول؟ واش كتلوم ولا كتلوم با؟ بالعكس ما كتلومنيش، انا المشكله ديال ولادي عندي انا، هم انا عندي لهم، انا هي القدوه. شي تجيب الوقت وغنجي نديكم حتى للمدرسه الداخليه اللي كيقراو فيها. تخلي معايا المديره ديالهم كتقول لي كنفتخر بك، لانني انا من ورا حتى ملي وقعوا لي دوك المشاكل جريت مع الجمعيات، وكنشكر من هذا المنبر التعاون الوطني حي السدري، خديجه امديت بقى كنقولها ونعاودها، والحاجه سميره والطاقم التقني ديالهم كامل، لانهم عاونوني نفسيا ومعنويا، شراو معايا ودخلوا لي ولادي للداخلي وعطاوني شي جمرات ولا ثلاثه عيد الاضحى. هذا العام ما كاينش لا في رمضان ولا في، انا رمضان قلت لك ما دوزتوش، ياك الناس كيقولوا دوزنا بالحريره، انا ما دوزتوش حتى بديك الحريره، ما عنديش كتباركه من الخدمه وما عنديش تا العشيه. هذاك الشيء راه قسم الله كنت نعمر البراد ديال اتاي وخبيز كاين هي هذيك، ما كاينش كتشربي كاس ديال الماء وكتنعسي. ندمتي بزاف ديالك؟ ماشي ندمت، كرهت الحياه اللي انا عرفت فيها، لانني انا اصلا باش نتزوج هربت من مشكل، باش نتزوج هربت من معاناه اللي كانت هي بوحدها باش نتزوج، ولكن ملي تزوجت طحت في معاناه اوس كتقول قول قول بقات المعاناه ديالي الاولى، نعرف نكوفري على روحي. وحتى الناس اللي غيوقفوا في جنابي وكتقول حق الناس غيساندوني العائله ولا ما كاينش، كذب عليك. انا ما جيت للقناه هنا وكنهضر من هذا المنبر الا صافي سديت يدي على كل شيء، ما كاينش اللي عقل عليك. شتي خبزه الا خطاتك ما عقل عليك حتى واحد. انت كنتي تعرضتي لمحاوله اغتصاب. هذه قصه اخرى، ومن اقرب الناس الي دون ذكر الاسماء هي فاش انا كرهت وحقدت. والواعر الواعر ان هذا اللي وقع ليا مع راجلي عائلته ما دواوش، لقيت المشكل مع عائلتي، علاش شوهتينا وهادي وهادشي كامل، باقا غنسمع عليه الهضره. ولكن اش من فائده لهاد الهضره؟ ضاعت بنتي، ضاعت انا قبل بنتي، وتضيع بنتي ما يمكنش. انت كنتي اغتصبتي اولا محاوله اغتصاب؟ لا انا محاوله الاغتصاب وتعاودت اغتصبت، هذه قصه اخرى. هذيك هاد الاغتصاب محاولة الاغتصاب ديالي انا الاولى هي اللي تعرضت فيها الاغتصاب الثاني بابشع الطرق، من عصابة اجرامية اول حاجة، والاختطاف، والقضية وصلت للمخزن، وبزاف يعني. ديك قصة بوحدة، ديك خاصة كنشوف بنتي اللي انا ضعت وما لقيتش لي ياخذ لي حقي، ولكن انا خديت حقي لبنتي، ما يبقاش فيا الحال. انا اللي كنطلب من المغاربه ومن صاحب الجلاله نصره الله ملك محمد السادس الله ينصره ويخليه لنا والملك ديالنا، وكنفتخروا به عندنا واحد الملك حنين وقلب رحيم، يشوفوا من حالي ما عندي حتى شي حاجه، ولكم الشكر وجزيل الشكر، وكنتمنى لكم الخير والعطاء. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.